سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. بعد الترويج لأخبار تفيد أن هناك احتمالا كبيرا لتمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوع بسبب تسجيل حالات المتحور الجديد أوميكرون، قال مصطفى بايساس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحديث عن تمديد العطلة المدرسية سابق لأوانه. وأوضح بايتاس ناطق باسم الحكومة أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب مع بداية شهر يناير، قائلا إذا رأت الحكومة أن الوضعية الوبائية تسمح في استئناف الدراسة سنتجه في هذا الاتجاه، لكن إذا كانت الوضعية لا تسمح سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة آنذاك. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجموعة من المدارس اعتمدت التعليم عن بعد بعد تسجيل حالات للمصابين بكورونا، وأكد بايتاس أن الوضعية الوبائية هي التي ستتحكم في القرارات التي ستتخذها الحكومة.